داخل احد بلاد الشابات بقرية القاهرة، البنات ذوي الظروف الخاصة اللي هم الارامل او المطلقات، ده المفروض المكان اللي بيقومين في الفترة اللي ما بيلاقوش فيها حل لمشاكلهم بره في المجتمع، بيرجعوا للقرية في ادنى مستوى من المعيشة. زي ما انتم شايفين البيت مقسم من جوه زي العشش، ورغم ذلك اقتحمته رجال الداخلية بأبشع طريقة، واعتدوا على الأطفال بالضرب وأصابوا فيهم إصابات بالغة. طبعا زي ما احنا شايفين كل حاجة في البيت متكسرة متدمرة تقليب، كأنهم سياسيين وكأنهم مجرمين خطر. طبعا بيصوروهم على شكل ان هم بنات مش كويسين، وطبعا شايفين اثار الدمار. ده باب المفروض باب المطبخ، بصوا اتكسر ازاي، يعني الحصار ولا كأننا بنقاوم جماعة إرهابية. طبعا اللي بيحصل ده بيحصل مع بنات عايشين في ادنى مستوى من الرعاية والصحة والصيانة وحاجات كتير. طبعا طالما اتعمل فيهم كده يحصل اكتر. يعني احنا بنناشد اصحاب القلوب الرحيمة، الحقوقيين، الحناجر اللي بتطلع تتكلم في الاعلام عن حقوق الانسان. تعالوا شوفوا حقوق الانسان في قرية الاطفال اس او اس تحت قيادة مجلس ادارة فاشل موجود بقاله 10 سنين. البلد كلها بتتغير، مجلس الادارة بتاعنا عشان حسب والنسب ما بيتغيرش. بصوا المنظر، دي المفروض اوضة ام وتلات اولاد قاعدين مع بعض لمين نفسهم في اوضة 2 متر في 2 متر، ورغم ذلك مش عاجبهم الحياة فجم اقتحموا بيوتهم وكسروا حاجتهم زي ما انتم شايفين وبعتروها.